السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم سليمة، اليوم حبيت نحكي قصتي ولأول مرة، بالك تكون فيها عبرة لبعض الناس اللي راهم يتبعوا فيك يا أختي، ونتمنى منك تبارطاجيها في أقرب وقت ممكن. أنا في الوقت الحالي نقدر نقول لك كاع المعلومات نتاعي بلا ما نخاف من حتى حاجة، لأنه الشي العزيز والغالي كان راح وخلاص. حنحكي لكم معاناتي اللي صرت لي في فترة الشباب، خلتني نخرج من فتاة إلى فتاة أخرى، وهي يعني حاجة تافهة عظنت عطون بحشكم. أنا كي كنت صغيرة كنت فتاة شابة بزاف لوحد الدرجة، والله ماني نكذب اللي يشوفني ينبهر بالزين تاعي. كنت يعني شعري ليس رطب حرير، وتانيك زينة، وعندي شفايفي حمورة بزاف، عينيا ماغو رايحين للنوازات، وخاصة كي تضرب فيهم الشمس يبانو لون آخر. المهم كل فترة كانوا يتغيروا. أنا يا كنت صغيرة ومحبوبة عند العائلة نتاعي، وتانيك يما بابا خوتي وحتى خياتي كانوا يموتوا عليا. كاين وحدة فيهم كبيرة عليا تحب تمشط لي، تحب دايما تلبس لي غير الحطة، ويما كانت تتكل عليها في كل شي في الدار. هذا كامل كان غير في الصغر، أما في الكبر صارت حاجة وحدة أخرى خلاص، حياتي تغيرت وتبدلت. انا بديت نكبر، وحتى كانت ماما لاحظت عليا بلي صحاباتي وبنات عمي يغيروا مني بزاف، لانه احنا كنا ساكنين في واحد البلاصه في العاصمه، مي بصح حوش كبير جاي شويه على الداخل بعيد على لافيل، وتاني كانوا عمومي كامل ساكنين حدانا، وحتى كانت وحدة عمتي ماشي متزوجة عازبة، بصح سبحان الله شحال عندها زهر، عطاو لها دار ماني الله يرحمها ساكنة فيها وحدها. ودركا راهم جاو خطبوها الناس وقالت بلي الراجل نجيبه هنا ونسكنه. مهم هذه حكاية واحدة أخرى، لا تحبون نحكيها لكم ما كاش مشكل. أنا يا كيما قلت لكم بديت نكبر، قريت تعلمت، والطامة الكبرى كانت نهار دخلت للجامعة. سبحان الله خرجت من فتاة إلى فتاة واحدة أخرى، وهذاك الوقت نشفاله بدا يبان التليفون وبدا هاد التحلاب وصوال حادو يعني في الشباب نتاوعنا. أنا قلت ليما تشري لي، مي هي ما حبتش ما رضاتش. أصلا أنايا كنت نشوف البنات كيفاش يلبسوا كيفاش يحطوا، حتى ماليهم مرات يجيبوهم بالطونوبيل، هما كانوا لاباس بهم، مي حنا كنا حالتنا المادية متوسطة، يعني بابا يا دوب يجيب لنا ناكلوا ونشربوا ونلبسوا. وعلى بالكم البنات نتاع الجامعة أكيد نهار يدخلوا في الليل وزمان الشتاء تلحق عليهم الليل وهما مازالهم غير في الطريق وفي ليكوس، وهكذا كان كنت. ميدرنا ما كانوش يحاسبوني، بصح دار عمي ميتين وغايرين مني، ودايما يجوا البابا يقولوا له شوفوا واش راها دير، شوفوا واش لبست، شوفوا وين راحت الى اخره. بابا ولا مزيرني كتر وكتر، وبعد ما كنت دايره تليفون بالتخبيه فاق لي، وتمك بدات الكارثه معاه، ولا دايما يعسني وقال لي كون نزيد نحكم عليك كاش دليل اخر راني رايح نحبسك وتقعدي للبالي والنشاف في الدار. يما في هذوك النهارات كانت وقفت له، قال حلو طملهاش المستقبل نتاعها، راني حبتها تخرج كاش طبيبه ولا استاذه، المهم تفيد المجتمع. بابا ولا سكت وتكلمه، يعني يما كانت قنعته بالهدره. من وراها كان واحد الخطره واحد الشاب تما يقرا معايا في الجامعه دائما يحب يتمشى معايا، مام داخل الكوس يقعد معايا، تخيلوا انا ننحشم. وكنت نقول له بلي لو كان يشوفني كاش واحد من فاميلتي راهو رايح يدير حاجه واحده اخرى في باله، مي هو والو كان دائما يقعد يمشي ورايا. وحتى اشتكيت لهذاك مول ترونسبور قال لي ماهيش خدمتي وانا ما ندخلش فيكم، ربي سهل عليك جيبي له باباك جيبي له خوك، مهم انا خلوني بعيد على الحكايه. واحد الخطره كان مول الكوس حطنا في واحد لاري، انا لاري بعيد شويه على دارنا، لازم عليا نتمشى بزاف. ايبا هاد الطفل كان هبط معايا، وهذاك العري كان يخدم وليد عمي ريسيفور في الترانسبور تما. المهم شافني، ويا ريت ما شافني لانه واش دار كارثه حتميه. مهم انا بديت نتمشى وهو مرايا، وبقى يقول لي هي صبري يا اخي حبيت النيميرو نتاعك هذا ما كان وراني حاب نخطبك. مهم انا وليت نتقلق منه وما حسبتوش، بديت نتمشى وكانت ظلامت شويه الحاله، وبدا يخسر معايا في الهضره، وانا يا خفت لو كان نروح نشتكي لبابا ولا خاوتي ولا حتى ولاد عمي تصرا كبيره. المهم راكم تعرفوا الرجال باللي مقلقين، ما كنتش حابه نكبرها، قلت حي عليا السيده دا راهو قاعد غير يتبع ما راهو راح يدير لي والو. مهم انا رحت في دارنا ولحقت في وقت متاخر، من بعد فات كلش مليح هذيك الليله، مي بصح
كي نط مع الفجر باش نعدل روحي ونروح نقرا كي العاده، تلاقيت مع وليد عمي هذاك اللي يخدم في ترونسبور. تلاقى بيا وقال لي روحي لهنا، حبيت نهضر معاك. انا شفت فيه وخايفه، قلت غير الخير زعما واش حاب من عندي، هو ماشي كاع مال في يحكي معايا ولا يقابلني ولا. قال لي نوصلك لاري، قلت له باش توصلني. قال لي ابي نورمال واش فيها. بعد قلت له خلينا من المشاكل، قلت له يرحم بابك خلينا من المشاكل تعيش، ما رانيش ناقصتهم. راك تشوف بابا كيفاش يضل يحاسب فيا ويتبع فيا على الصغيره والكبيره. شافو قال لي اه خبز الدار ياكلو البراني ولا كيفاش. المهم انا وليت نترعد وحدي وحدي وما فهمتش الكلام نتاعو واش معناتها. بديت نزرب، من بعد لقيت الكوسي يستنى فيا، طلعت وما حبيتش نريح في بلاصه يعني وحدي، رحت نجري عند صاحبتي وقعدت معاها. وتما جا هذاك الصمت اللي ما يسواش، نوت صاحبتي وقالها تعيشي روحي قعدي من هيك. والمشكل والكارثه صاحبتي ناضت نورمال، هو قعد قدامي من بعد بدا يصمت كي عويدو. انا نط وقعدت واقفه لخاطش تقلقت وكنت راح نبهدلو تما برك حشمت. من بعد كان وليد عمي يخزر فيا بعينيه وشاف السيد كي جا وقعد قدامي. وغدوه من داك دار لي نفس اللقطه، جا لعندي وقال لي كيفاش في الجامعه راكي دايره رايك، وانا يا كي دومونديتك ما حبيتيش، راني وليد عمك وانا يا نسترك وما تخافيش. بدا يخلط في الهضره. بعد قلت له تروح تبعدني صينو عشيه نبيع البابا، وعلى بالك واش راهو رايح يسرى. قال لي ايه مالا انت يا قولي لباباك وانا نقولو بالزباير اللي راكي دايرتهم مور ظهرو. انا خفت وليت نرعش مع انه ما كنت دايره حتى حاجه. ومن هذاك النهار ولا دايما من يهددني باش يخبر عليا بابا بلي انا راني دايره الراي في الجامعه. بصح هكداك وكنت نخافو بزاف. واحد الخطره كان راح لعند خويا، شفتو واقف معاه ويهدر عليا بالاشارات. انا فهمت بلي راهو يبيعلو على حوايج كانوا يصراو. انا قعدت وقلت علاش نخاف، انا ماني دايره والو. موراها كان جا عندي ورالي واحد التصاور كارثه، ستقولي ما على باليش كامل منين جابهم. بصح دوك راكم رايحين تفهموا منين. السيد وليد عمي اللي الله يعمي عيني ان شاء الله كان يتلاقى مع هذاك الراجل اللي كان دائما كي نهبط في لاري يقعد يتبع فيا، تفهم معاه باش يدير لي فوتو بلا ما انا نفيق. تخيلوا نكون قاعده في الكوس يصورني بلا ما نجيب خبر، ودار فوتوشوب ورجعهم صور فاضحه بوجهي طبعا. مهم انا كنت دايره خمار، بصح راكم على بالكم يقدروا يديروا الطراطق بهذوك لي زابليكاسيون الى اخره. مهم وليد عمي كي بدا يوري لي في هذوك التصاور انا انخلعت، ما عرفتش كامل ببنت بليت. من موراها درت علاقه مع وليد عمي تحت التهديد، وليت نتلاقى معاه نخرج معاه، وهذا كامل كان فوق قلبي. راح تقولوا لي علاش كنتي خايفه ما خبرتيش باباك ما شتكيتيش به؟ نقول لكم الصور اللي كان يوريهم لي كان يهدد فيا باللي يديهم لعند خاوتي وبابا. تخيلوا الراجل يعني باباك ولا اخوك يشوف دي فوتو كيما هكداك واش راهو راح يكون ردة فعله؟ انا كنت خايفه يعود يقتلني ولا كش ما يدير فيا. اصلا بابا كان عنده الاعصاب ومريض ويشرب الدواء، مي عادي يعني راجل كيما كامل الرجال. بصح كنت نخافه واي كلمه يهدرها ملهاش تنين تطبق في الحين. مهم كيما قلت لكم وليت نتلاقى معاه، لكن هو ولا يتمادى يطلب مني اشياء لا تخطر على البال. حتى واحد المره كان بابا ثاقلي واش راني ندير معاه، وتما كانت الكارثه. قال لي بلي انا بعتك تقراي ولا بعتك تمهبلي وتتمسخري. شاف كل شيء بعينيه، ومن بعد راح لوليد عمي دار له درس في الاخلاق. جا ليه عمي الكبير قال له بلي نتايا نورمال متربي بنتك وتقبضها في الدار، ديجا القرايه في الجامعه هذه راهي غير زياده، راهي تروح تفسق. تماك خلاص بابا كان طلع له لي نار للراس ولا غير يضرب ماشي جايب الخبر. وليد عمي هذا كان ضربوا راسه بواحد اللوحه تاع الباله كانت مرميه تماك في الحوش. المهم فتحوا خيطوه سبعة غرزات، راح اشتكى ودار له بي في في دار شرع. مزيه كانوا دخلوا ائمه وناس كبار وصلحوا شويه بيناتهم، بصح هذاك الحقد قعد ما بيناتنا. حكموا على بابا 6 شهور سرسي. اما انا في هذيك الليله كنت نحوس كيفاش غير نهرب من هذيك الدار، على بالي بلي كانت اخرتها معاه، قتلني وما خلاليش. المهم عيني حسيتها خارجه وظهري تكسر بالعصا من عند بابا. انايا كنت تكسرت من يدي هذا كامل بسبب الضرب نتاع بابا اللي كان عطاهولي، بصح ما حبش يديني للسبيطار. مهم بيت النازع صدقوني ما رقدتش هذيك الليله، اليد تاعي كانت معوجه كامل
وما على بالي باللي مكسره. المهم يما صبح حنت عليا وقالت لي نوضي واش دير روحك، انا نديك للسبيطار. لقيناه واقف عند الباب تاع الحوش، قال لها لو كانت خرجيها راني رايح نقتلها نتاع الصح. وتما كان بديت نفسر ليما كاع واش كان صرا، وقلت لها هو كان يهدد فيا بواحد التصاور ما على باليش منين جابهم وما على باليش حتى كيفاش خدمهم. مهم هي قالت لي صرحيني يا بنتي، لا راكي دايره كاش حاجه في الجامعه ولا قولي لي باش نعرف نتصرف. عييت نبكي عييت نفهم فيها، انا كنت ضحيه تاع تهديد تاع ولد عمي. صراحه راسكم راهو رايح يحبس نتاع الصح من التصرفات اللي ولا يديرهم لي من وراها. يما بعد يومين من المعاناه قعدت غير تمسد فيا بالزيت وانا نعيط لربي اللي خلقني. بعدها بابا ما على باليش كيفاش هداه ربي وتكالما، من بعد قالها روحي ديها واليوم نحبك تدخلي قبل 12 نتاع النهار، ولو كان تفوتي دقيقه نقتلك. يما قتلو كيفاش راك تعرف السبيطارات نتاعنا؟ يقعدوا يقولوا ناس تناو. وقتلو يلا انت ادينا كرينا طاكسي ولا دبر راسك، المهم ما نخلوش البنت في هذه الحاله. تفاقمت الحاله تاعها ويدي تنفخت ولات كي شغل بالو. هو والو ما حبش يرحمني، قالها انا ما نروحش مع فاسقه كيما هادي، كرهني ولا ما يشوفش فيا ابدا. وحتى عمومي وعمتي ولاو يشوفوا فيا واحد النظره سيئه، قالوا البابا بلي بنتك اللي ما تسواش، وشحال من مره يجيبونا الهضره عليها وحنا نحشمو نجو نقولوا لك. كي شغل ثبتت عليا التهمه 100%. عييت نفهمو وعييت نكالمي فيه، بصح هو ما حبش يفهم. مرت على حكايتي تقريبا 4 سنين، انا خرجت من الجامعه قعدت في الدار للبالي والنشاف كيما على بالكم، وللكره نتاع بابا والبغض نتاع يما. تخزر تخزر وتقول لي ايه انت جبتيها بيديك، حمدي ربي اللي ما قتلوكش. وليد عمي هذا عاود ولا لطبايعو الاولين، ولا مره على مره يهضر مع اختي لانه هي كانت تخرج عادي، ويقول لها بلي انا نحب اختك وراني ناويها للحلال باش نتزوجوا. بصح هي ما عطاتلوش وجه ابدا، وكانت خبرت يما بالصحة. الكارثة في الأم خلات كل شي في السكات، وقالت لها باللي السكتي كي حابة تكبريها كي حابة تديرينا ديقة واحدة أخرى، سطرت على الحكاية وتنسات. أما بالنسبة لأختي خافت ولات صاي ما تهدرش كامل معاه. واحد الخطرة كانت راحت تخدم لأنه هي دارت صنعة وتروح تبريكولي في الصيف برك بابا ما يخليهاش. ميت لقات واحد الخطرة به وهو قال لها حبيت نخطبها وتوحشتها وراني حاب نتزوج بها. وهنا راح تبدا الكارثة العظمى. اختي كي دخلت كانوا شافوها عمومي واحد اخرين وبيعوا البابا، قالوا له بلي شوف بنتك الثانيه راهي تدور مع هذاك السيد. مهم هو جا وتخلى عندها ما حبش يضربها، حبها تهدر واش قال لها واش كاين واش ما كاش. ومن الرعب والخوف شمخت روحها حاشاكم وبقات تهدر في كامل الكلام اللي كان قاله لها بلي توحشني وراه حاب يخطبني الى اخره. بابا ما حبش كامل يستنى، في هذيك الدقيقه قعد غير يقتل فيها بالضرب وقال لها انت تانيك راكي رايحه تقعدي مع اختك هنا في الدار. المهم بابا كان قد ما هو حنين ومليح معانا قد ما ولات القساوه نتاعو كي كبرنا ولا يشوف باللي درنا له العار. انا في هذيك الدقيقه وكي سمعته يقتل فيها بالضرب، المهم قعدت تقريبا 10 دقائق وهو معاها. من بعد دار اليما كي شافها تسلك فيها، انا تماك عرفت باللي راهو جاي يكمل عليا، على بالي الضرب اللي خديته من زمان راهو رايح يولي اضعافا مضاعفه. من الخوف والرعب نتاعي كنت لايمت واحد الكابا كانت غير على اليد، درت فيها واحد البالطو ورميت حجابي وخماري وخرجت من التاقة اللي تخرجنا للصحين ومن الصحين نخرج لبرا. مهم احنا كنا في الزمان نتاع الصيف، نهار طويل بزاف، ما مصبت لي ترونسبور، صبت الغاشي يتمشاو، الحالة كانت 8 ولا 9 نتاع الليل بصح عادي، واحد ما مرقلي ولا فاقلي. وليت غير نفكر واش من الدار اللي راهي رايحه تلمني وين نروح. كانت عندي وحده صاحبتي كانت تقرا معايا في هذيك الجامعه، كنت متفكره النيميرو تاعها لانه كنا في تواصل بزاف مع بعضنا. هدرت معاها وكانت هي تخلعت، قالت لي شكون انتي؟ وكي بديت نفكرها في الايام الماضيه هي عرفتني وقالت لي سمحي لي الحنونه، انا دركا راني متزوجه وراني ساكنه مع جوزتي، مستحيل نقدر نجيبك ما عنديش داري. خوالي وخالاتي خفت نروح لهم لانهم كانوا من الناس هذو اللي جابدين علينا بزاف، صلة الرحم بينا وبينهم ما كاش أصلا. والعداوة هذه جات بسبب الدار نتاع جدي تاع يما اللي كان واحد يحب يبيع وواحد حب يكري وواحد حب يسكن فيها، مهم ما تفهموش كامل عليها، لهذا قعدت هكذاك في النزاع وراهم ساكنين زوج خوالي فيها وولادهم. أما بالنسبة لخالاتي ويما راهي كل وحدة بدارها. المهم أنا يا بديت نفكر ونقول دركا واش من الدار اللي راهي رايحة تلمني. فكرت فكرت و
وبدات تطيح الظلمه. جات 11 تاع الليل، زادت 12، زادت الوحده تاع الصباح. وتمكن واحد البارك شغل كبير ومقارين فيه الطوموبيلات برك. بعدت بزاف على دارنا، كنت ركبت واحد 3 لي ترونسبور وماشي جايبه الخبر ابدا لعمري. كان عندي غير شويه صرف. انا بديت نجوع وبديت نبرد، تخبيت مور واحد الطوموبيلات كانوا تما. هذوك الجماعه باينين بني هذوك تاع دعاوي الشر، شافوني وتماك صرات الكارثه اللي عمري ولا ننساها. رحت مع الصباح مبان كي شغل مره واحده اخرى، ومن ثم كانوا تعداو عليا وصرا اللي راهو في بالكم كامل. هيا من هذاك النهار وليت فتاة نتاع ليل، ما على باليش كامل بالدنيا، نروح نسهر نخرج، المهم صوالح بزاف ما نقدرش نزيد نفسرهم لكم، اكيد نتوما راكم رايحين تفهموا. مهم وليت بنت ماشي بنت فاميليا من الاخر طول، مرات نجيب دراهم بالحلال، مرات نجيبهم بالحرام الى اخره. حتى جات واحد النهار تلاقيت بواحد البنت كانت صغيره بزاف في العمر. مهم هي كانت سهرانه في واحد المكان بلا ما نذكروا اسمه، قالت لي بلي انا يا هربت من دارنا وهذا كامل بسبب بابا ويما مطلقين، وانا شحال من خطره نقول لهم ولو لبعضاكم، وحالتها النفسيه تازمت ولات يمها تحرمها من برا الى اخره. تقريبا نفس قصتي، بصح انا مختلفه لانه انا وليد عمي هو اللي كان السبب الرئيسي في واش صرالي، وان شاء الله الله لا تربحوا لا في الدنيا ولا في الاخره. بدينا نقصروا مع بعضنا، هي تحكي لي وانا نحكي لها، هي تبكي وانا نبكي، ما عرفناش كامل كيفاش ولينا حبابات وتبادلنا ارقام تاع هواتف تاعنا. الطفله هذه ما كانتش عندها اصلا دار وين تروح، كي شغل هذا وين دخلت لهذا الميليو. اي انا قلت لها عندي دار راني كاريتها غير ب 300 الف للشهر، المهم تحبي تجي تسكني معايا ونولوا نتقاسموا، انت تولي تخلصي 150 وانا كيف كيف، واش قلتي؟ هي فرحت بزاف وما صدقت كيفاش 150 الف للشهر وراهي ساكنه ومستوره. جبتها لعندي وقلت لها انا راني عايشه هنايا ولاباس بيا، الجيران هنايا كامل ما يدناوش ليا، بصح انت ردي بالك وبالك يجيبوك رجال ويحطوك هنا بالطوموبيل ولا وإلا حبيتي تتلاقي ولا تخرجي انا ما رانيش رايحه نحاسبك، ربي سهل عليك. المهم كي تركبي ترونسبور الاول فماك ديري واش تحبي، المهم نخلو رواحتينا نقيين هنا في الحومه، لانه مرات ولا غير يجوا يتعرضوا ليا بعض الشباب، لكن اللي قدامي الجيران كامل يدافعوا عليا. اصلا كانت عندي جاره وحده تسلف مره من عندي البصل مره الطوماطيش، كنت نقول لها باللي انايا مقطوعه من صجره والدي يرماوني، وحكيت لها قصه كامل ما كاش منها. هي عاطفت معايا وخطرات كيما يكون عندي والو هي تبعت لي الماكله واش يقعد لها، وخطرات تبعت لي خبز الصباح، بصح انا ما نقولهاش لا اصلا مدابيه. راني رايحه نروح لكم الاهم حاجه اللي صرات لي وغيرتني من فتاه نتاع ليل الى فتاه اخرى في جنه النعيم. خرجت واحد النهار كيما عويدي، كنت مشومره وما عنديش كامل دراهم، وكان لحقني الكرا باش نخلص 150 الف تاعي كالعادة. رحت باش نجيب صوردي بالحرام، لانه بالحلال ما كاش كاع كيفاش، كي نروح عند النساء ولاو ما يحبوش يخدموني، يخافوا نعود نسرق لهم، لازم يوصي عليا واحد باش يستقبلوني. هذه هي. اما في الوزينات وكاع كنت نحط الدواسان تاعي، بصح ما كاين حتى نتيجه. حتقولوا لي روحي بيعي المطلوع بيعي المحاجب، نقول لكم ما كاش باش نشري طابونه وما كاش طاجين، طاجين باش نطيب فيه ما كاش. المهم الدار هذه كانت فارغه، كي شغل ساتره روحي فيها، فيها واحد زوج مطارح ليا وهذيك الطفله وزوج مخايد وكوفرطا، هذاك مكان. والماكله كنت عايشه غير بالكاسكروطات ولي بيتزا تاع برا برك. خرجت واحد الليله كي عوايدي، من بعد كي وليت شويه 9:30 نتاع الليل كانت بدات تظلام، وانا يا ترونسبور ما كاش، طاكسيات يدوني غالي وانا ما كانش تحتي بزاف. وليت عيطت لهذيك صاحبتي قلت لها راني حاصله وما كاش لي ترونسبور وتانيك ما لقيتش اللي يوصلني، راني خايفه بدات تظلام يا محينك. قالت لي ما تقلقيش دوك نعيط لواحد نعرفه يجي لعندك، دوك نعطي له النيميرو نتاعك. المهم عطات له واتصل بيا وقال لي ما كاش مشكل راني في الطريق. عطيت له البلاصه بالضبط وتم كانت الكارثة. أنا كوبيت عليه وهما خرجوا لي واحد الزوج طومبات حاشاكم، وتم واحدة فيهم كانت عضتني من رجلي الفوق شوية. أنا بقيت غير نعيط، الدم ولا يسيل ويشرشر. من بعد موراها بشوي أنا يا بالخوف والسطر والخلعة هذيك خرج واحد الراجل ورافد الموس، قال لي تحطي كامل وش عندك ما كاين حتى نقاش، صينو رايح ندقك بالموس. في هذيك الدقيقة أنا هبطت باش نوري له هكذا رجلي، نقول له شوف هذا وين عضتني طومبة تعيش رحمني. بديت نهضر معاه غير بالظرافة، هو كي هبط هكاك عم بالو كش ما راني راح نجبد من رجلي ولا، أيا دقني بهذاك الموس. وتماك أنا يتغاشيت
وما جبتش الخبر كامل لروحي. افطنت مع الصباح لقيت روحي في السبيطار، الضو ضرب في عيني، رجلي ملوزه كامل بلي كومبريس. المهم الضربه كانت قويه وكبيره، اما بالنسبه للضربه تاع الموس اللي عطاني بها هذاك الجان كانت في يدي اليسرى على الكوتي برك، يعني ما حكمنيش مليح، ربي ستر، تقدروا تقولوا غير جرح برك. جات هذيك صاحبتي اللي كانت ساكنه معايا، حكيت لها كاع واش كان صرا، وقالت لي بلي نتيا واش داك تقعدي حتى لتسعة تاع الليل. خزرت فيا وقالت لي ردي بالك دوكا تريحي، تعاودي تولي تزيدي تسهري لي حتى العشرة والطناش، صاي تولي ستة تاع العشية تدخلي للدار، صينو ما نتفاهمش انا وياك، خلاص وليت نحبك وتعودت عليك، مانيش حابة نتفارقو انا وياك. المهم قعدت تهضر معايا وانا غير غايسة للبعيد بعيد، حسيت روحي جيت من عالم واحد اخر. المهم منعت من الموت، تخيلوا كان قادرة الضربة تاع الموس تجي في قلبي ونروح لربي سبحانه بواش كنت فيها انايا. قعدت 3 ايام وانا في السبيطار وهما يداويو فيا وينحوا لي كامل في هذاك الخماج حشاكم اللي كان في رجلي، وتم كانت جات حبيبتي وتجيب لي في الماكله. من بعد الحق نهار اللي نخرج فيه رحت للدار اللي كنت ساكنه فيها انا وصاحبتي، هي شافتني غير ساكته وقالت لي واش بيك، غير الخير تبدلتي بزاف وقيل الضربه اثرت فيك. المهم خزرت وقلت لها ايماجيني مت في هذاك النهار، وش راني رايحه نقول لربي سبحانه يوم الحساب، تخيلي برك معايا درك راني تحت القبر راني نتحاسب وانتي راكي قاعده ترحمي غير عليا. انا وليت غير نهدر ونعبر وماشي جايبه كامل الخبر. خزرت وهي بدات تبكي 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 دموعها يسيلوا من عينيها وقالت لي عندك الحق، طريق هذه اللي رانا فيها ما تديش للخير، وش رايك لو كان نخرجوا كامل من هاد الحوايج ونولوا نخدموا على شرنا، نخدموا بالحلال، المهم اي حاجه. خزرت وقلت لها ايه هذاك ما كان، خليني نريح برك. هي كان عندها واحد المصروف قليل، قالت لي شوفي كي يجي مول الدار نقولوا له يسمح لنا على الاقل في شهر ولا شهرين، ودراهم هادوك كاش ما نشرو بهم تاوي نشرو بهم قرعه تاع غاز. المهم انا قلت لها نعرف ندير المحاجب، نعرف نطيبهم كارثه، وكانوا عندنا قهاوي قراب لعندنا ماشي بعاد، وبديت نمد لها في بعض الاقتراحات وهي نفس الشيء. رحت لعند جارتي هذيك وقلت لها الاكش ما عندك طاجين ولا عندك اي حاجه تقدري تعاونينا بها مديها لنا، رانا رايحين نديرو مشروع انا وصاحبتي وان شاء الله ربي يسهلنا، هو الا طلعت بينا والله ما ننسالك خيرك. هي كانت متزوجه وعندها زوج ذكورة وبالحمل بنت، وثم قالت لي هاكي ودعي لي برك دعوه الخير. اعطتني طابونه واحده اخرى، اعطتني تانيك زوج طواجن كانت جابتهم من دارهم، وقالت لي صداقة على المرحومة يما جازوا تقريبا واحد الخمس شهور بدينا نخدمو، بصح الأكثرية والخدمة الكبيرة كامل كانت على صاحبتي، هي كانت صغيرة في العمر بصح ولا غير شاطرة وفحلة، كانت تدير المبرجة والمتقبة وتديها لواحد القهوة قريبة لينا، وهو كي شافنا هكذاك حارين وحابين نخدمو قالنا إلا راكم حابين نعاونكم نعاونكم، بصح وشنو تعاودوا تقلبوا لي دراهم. قلنا له إيه ما كاش مشكل، وزدت أنا رحت وكان يشوفني كبيرة حسبت له يماها، قلت له بلي أنا خوتها الكبيرة وما حبيتش نبين له بكامل أسراري. طالي الرقم تاع الهاتف تاعو وقال لي الخدمة اللي تخدميها كل يوم تجيبيها لهنا للقهوة، وإلا كاش مقعد نعاود نرد لك، وهذاك اللي كان. موراها كان شرنا واحد الفور صغير ولينا نخدمو حتى موسكوتشو، يعني صوالح بزاف نتاع كوشة، وصاحبتي كانت مستكلفة بالفور وأنا كنت مستكلفة بالطاجين، درت المحاجب المعارك صوالح بزاف ما نقدرش نقولكم لكم بالحاجة، لأنه ما كاش حاجة ما درناهاش، وماكلتنا كانت تعجب كامل الزبائن نتاوعو، ولا يطلب منا خطرات حتى الخمسين حبة من كل نوع من المبرجة من لي تاخت. المهم حنايا المشروع هذا تاعنا اللي كان ما فيه والو ولا يكبر غير بالعقل بالعقل، ولات الحاله الماديه تاعنا تتحسن وكل شيء ولا هايل. هيا من بعد كان اقترح عليا واحد الحاجه، قال لي انا عندي خويا راهو حاب يتزوج، واش رايك لو كان تمدي لنا اختك ولا تتزوجي به انتيا. اعطاني المواصفات نتاعو، عطالي اللاج، عطالي كلش، بصح الكارثه ما كانش على بالو باللي انا راني هاربه من الدار وصاري فيا العجب المعجب، ما قدرتش نحكي. قلت له ايه ما كاش مشكل، كاين اختي راهي حابه تتزوج، معليش عرفني بهذا اخوك وان شاء الله ما يكون غير الخير. مهم هو عطالي الرقم نتاعو، انا كنت عيطت له في التليفون وقلت له بلي انا اللي بعتني لعندك خوك وقال لي انت راك حاب تتزوج، مهم راهي كاينه اختي فين تزوج، بصح وشنو ماذا بيا تهدر معاها من بعد روح تخطبها. انا بالعاني قلت له هكذاك مستحيل يجيب يماه وباباه العباد كيما حنايا وما عندنا
عندناش ما با والدينا. بصح المشكل قال لي بلي عجبني صوتك وراني حاب نكمل معاك انت. قلت له اختي شابة عليا وصغيرة عليا في العمر. قال لي ما يهمنيش انا صوتك ادخل قلبي. ما على باليش كيفاش انا بديت نهتر معاه، نهار يجي بنهار جاز تقريبا شهر وتم قررت باش نحكي لهاد السيد كل حاجة، لانه هو عمره ولا شافني وخفت لو كان يشوفني يزيد يحبني ويتعلق بيا. من بعد خلاص كل شي روح في كيلا زيت. تلاقيت به لي اول مرة في حياتي، هو نهار شافني انخلع وقال لي بلي ما رانيش مأمن بلي انتي شابة كاع كيما هاك، والله ما كنت داير في بالي. وكي زاد شاف صاحبتي قال لي مزيه اللي خيرتك انتيا. صرحت الراجل هذا بالباسي النوار نتاعي كامل وخبرته بالصغيرة والكبيرة وقلت له بلي وليد عمي هو سبابي وكان يهدد فيا والحكاية اللي تعرفوها كامل. هو تعاطف معايا حتى الدمعة جاتو في عينه وقال لي بلي انا عندي زوج خياتي بنات تقريبا نفس العمر نتاعك بصح متوفي هما ويما، لانه كان حادث مرور مميت كانوا توفاو في ثلاثة في نهار واحد، بقالوا غير باباه وزوج خاوتو رجال. كي حكيت له كنت قلت له اسمح لي القرار دركا قرارك، تحب توافق وتقبل بيا راك تشوف حالتي، ويلا حبيت تحبس نورمال راك مسامح في الدنيا وفي الآخرة. هو مسكين الدمعة جاتو في عينه وقال لي بلي مستحيل انا بديت معاك ومدامك دركا راكي تخدمي بالحلال وراكي تصلي وتخافي ربي خلاص معناتها انتي راكي انسانة طيبة. انا فرحت بزاف حسيت بلي خلاص ربي فتح عليا واحد الباب جامي ويلا استنيتو. بصح المشكل الكبير هو نهار راني رايحة نعقد وندير الفاتحة معاه شكون راهو رايح يكون ولي امر تاعي؟ مستحيل الامام هكذاك برك ما يفتحناش. من بعد وليت عيط ليما وكنت قلت لها بلي نسحق بابا يجي شاهد برك لا بغى لي زار ما يهمنيش. انا اصلا كنت كارها العائله نتاعي لانه كانت السبب الرئيسي في الدوامه اللي كنت فيها. هي قعدت غير تبكي وقالت لي راني حابه نشوفك ونسلم عليك كيفاش راكي كيفاش احوالك، لانه كانوا مروا سنوات وانا بعيده على دارنا وكانت قالت لي واحد الحاجه كانت مثل الصاع عقا على راسي. بابا توفى ربي يرحمه ويوسع عليه. المهم هي تبكي وتهدر كل ما نفهمها وكل ما نفهمهاش. من بعد قلت لها اما لا خلاص شوفي مع خويا لانه الراجل هذا راه مقلق ومبريسي باش يتزوج بيا وما صدقت نلقى واحد يسترني، راني شبعت ذل واهانه من عند الناس والرجال الى اخره. المهم قالت لي روحي للدار ونضمن لك انا باللي واحد ما راهو رايح يتوشيك. انا رفضت اصلا عمومي وعمتي واش راهم رايحين يقولوا عليا. فاتت تقريبا واحد 15 يوم وقعدت تقنع في خويا باش يجي لعندي ويشهد معايا ويفوت كل شيء مليح من بعد يحب يبعد عليا يبعد. هيا هو جا لعندي هو درنا رونديفو تلاقى مع هاد السيد اللي جا خطبني وكل شيء فات مليح. درنا كل شيء في السكات، انا ما كانش يهمني اني ندير عرس يو انا كنت نحوس غير نستر روحي. وكي نروح نزيد نشوف راجل لهادي صاحبتي وصارحتو باللي ما راهيش اختي الى اخره. درنا كامل الاجراءات، جا خويا ودرنا الفاتحه وكل شيء فات مليح. انا خويا حسيتو بلي تقيل بزاف من جهتي، مهم ما كانش حاب انا كنت نفوت فيها بالسيف عليا. فاتت والحمد لله تزوجت مع راجلي وما تتخيلوش الدار اللي داني ليها. حبس لي راسي قال لي انتي تستاهلي وانتي مرا طيبة وحنينة بزاف. تزوجت معاه وكانوا اجمل ايام حياتي فاتوا مع هاد السيد اللي كان استرني في الدنيا قبل الاخرة. حمدت ربي الصباح مع الليل واللي دايرت له في الدنيا دنيتين ما كاش حاجة يطلبها ونقول له عليها لا لا. هو كان عنده ايطاج فوق دارهم كبير وواسع وشباب وخدموه بزاف هايل وكان قال لي بلي بابا هو اللي يعاون الراجل اللي يكون راح يتزوج. مهم هو دار له الدار ودار لخوه الاخر قهوة الى اخره. مهم انا قعدت نخدم في القهوة نتاع لوسي اللي صراحة كان هو الباب اللي بعثه لي ربي باش ينفتح في وجهي. صاحبتي هذه قعدت عايشة مدة شهرين في هذيك الدار. من بعد جبت لها واحد الراجل كان صاحب راجلي وقال له بلي راني حاب نستبيت ونحوس مرا تكون عويقة لو تعرف الطيب. حكيت له الظروف كامل نتاعها. الراجل هذا كان مطلق وعنده زوج ولاد يحوس كاش مرا يسترها في نفس الوقت تربي له هادوك الدراري
لانهم كانوا صغار بزاف. صاحبوا الروح بالروح، اي قالوا بلي ما كاش مشكل انا نقبل بها، انت راك قبلت وعايش بالطبع، ندير كيفك وخلاص، بالك ربي ينوب عليا. بصح ما كانش عنده دار وكان يسكن في وسط الفاميليا، مي قالها نورمال تحبي تخدمي عادي، ساكنين هما في لافيل وعندهم القهاوي، مهم ما كانش عنده بروبليم كاع مع الخدمه. وعجوزتها كانت مرا طيبه وحنينه، رحت لدارهم وشفتهم كيفاش دايرين. بصح الكارثه نهار رحت لصاحبتي قلت لها بكامل وش كان صرا وباللي لقيت لك راجل ويلاه تنسطري كيما نسطرت انا. قالت لي نو مستحيل، راني تعرفت بوحد الراجل هو راهو رايح يخطبني. الكارثه مروا شهور وسنوات اخرى وقعد غير يتمسخر بها ويلعب بها، وانا يا كل مره نروح ونقول لها السيد مازال حاب يتزوج بك، مازال حاب. حتى جا النهار اللي كره منها وراح تزوج بمراه واحده اخرى وهي قعدت هكذاك. المهم انا ما همتنيش لانه الشيء اللي كان بيدي كامل درته، هو وصلت لها عريس واش مال عريس الزين ولا طاي، مي هي مرضاتش، ربي سهل عليها. الى يومنا هذا مازالها عايشه في هذيك الدار، وراهي مرات تبيع المطلوع مرات تبيع كل خطره كيفاه. وواحد الخطره رحت ليها وما صبتهاش في الدار، قعدت نستنى. من بعد تفاجات باللي دخلت جويه العشره نتاع الليل مع واحد كان وصلها، وتماك عرفتها باللي دخلت للطريق اللي مش مليحه. مهم مازالني الى يومنا هذا نروح ليها هكا مره في الغره وننصحها، بصح هي والو ما حبتش كامل تسمع لي. هو قالت لي روحي عيشي حياتك واخطيك مني، هذه هي انا حياتي دايره كيما هاك. المهم راح نولي لكم الوالديه وكاع، نقول لكم باللي ما عندي حتى علاقه معاهم، لانه المعامله نتاع حمور ما عاودت وليت كانت ثقيله بزاف، وماذا بهم لو كان ما نجيش اصلا، لانه الهضره قوات عليا بزاف بزاف فماك في وسط دار عمومي، ولاو يتهموني في شرفي. ونروح لكم الاهم حاجه، هي وليد عمي هذا الخاين، غير كيما سمعت بلي ضربته طوموبيل هو تعوق وراهو قاعد في الركنه، واللي يروحوا يخطبوا هالو باش يعني تستروا وتخدم عليه والو ما كاش قبول، لانه ولا من الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. انا ما رانيش نستشفى فيه، بصح تعجبني الدنيا كي تدور وكل واحد يدي حقه. انا الحمد لله ربي ما خيبنيش وعطالي على حسب نيتي وقلبي، اما هو راهو يخلص ونهار تدخل عليه الشتاء سمعت من عند اختي باللي يقعد يعاني. ونزيد نقول لكم باللي خياتي وخاوتي كامل تزوجوا، وانا درك راني في العمر هذا وعندي طفله وطفل من عند راجلي حبيبي تاج راسي، ربي ان شاء الله يخليه ليا ويخليه ليا حياتي كامل، وربي ان شاء الله يجعل روحي تروح عند مولاها قبل الروح نتاع راجلي، لانه صراحه هو روح الروح. على بالي قصتي اليوم راح تكون طويله بزاف، على بالي بلي راهي رايحه تكون فيها عبره بالاخص لهذوك البنيتات والمراهقات نتاع دركا واللي دايرين في بالهم بلي الهربه من الدار هي سعاده. نقول لك هي اكبر جحيم راكي رايحه تعاني منه، تولي منبوذه مدوده مسخه، الناس كامل يكرهوك وما كاش واحد يلم عندك ويحبك. انا نقدر نقول لكم بلي حيوان طومبا مع راجل يعني جاب لي الموسوقع كانوا توبوني ورجعوني للطريق المستقيم، ووليت لو كان ناكل صوردي في الحرام نتحاسب عليه ونقعد لي الكومبلي انب في الضمير نتاعي. الحمد لله على نعمة الاسلام، والحمد لله اللي ربي هداني للطريق المستقيم. ان شاء الله قصتي تكون عبرة الكامل الناس اللي راهم يسمعوا فيها، ونقول لكم بارتاجيوها باش كامل يسمعوا حكايتي وتكون توعوية من الدرجة الاولى.